فاكرين المظاهرات لما قالت حجازي بيه حجازي بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه؟ بلاش. فاكرين الهتاف حكم النازي ولا حكم حجازي؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في سنة 68 الرئيس عبد الناصر قال لحضرتك انا عايز واحد امين يقول لي الحقيقة. ناس بتقول لي البلد ظروفها الاقتصادية صعبة وناس بتقول لي البلد ظروفها الاقتصادية كويسة، عايز حد امين يرسيني. وقع الاختيار على حضرتك. هو الزعيم عبد الناصر في لقائي هذا كان في بيته في مصر الجديدة، قال لي بالظبط كده الوزارة النهاردة مش تشريف ولكنها تكليف. عندك ثلاث مسائل ياخدوا أولوية أولى. المعركة أولا، المعركة ثانيا، المعركة ثالثة. تاخدوا أولوية في كل حاجة. ثانيا استمرار التنمية. مش عشان نحن دي نكسب ولازم نحرر الارض، انما لابد ان التنميه تستمر. ثلاثه، اوعى تنسى ابناء الغلابه والفقراء في مصر. انا عايز اشوف ولادي سعداء. يعني معناها اوعى تمس الدعم ولا المجانيه ولا الكلام ده. رغم الظروف اللي هي هتخلي معظم الاموال هتصرف على المعركه اولا. وبعدين قال لي بقى شوف انت تحصل على كل المعلومات اللازمه لاداره الدوله. يعني دي ادتني سلطه ان انا اقدر اناقش اي وزير واي جهاز في الدوله. فكان دايما عند عمل الموازنه الخاصه بالدوله انا دخلت في مارس وكان المفروض اطلع ميزانيه في يونيو. لما نظر لان كان لي علاقات بالوزير اللي كان قبل مني وهو دفعتي ايضا، فكنت بشتغل مستشار معاه، فكنت عارف. وكنت يعني من ساعه ما رجعت مصر الى ان عينت وزير كان لي نشاطات خاصه باستشارات في معظم وزارات الدوله، فداخل وعارف الحاله العامه ايه يعني. انما كانت المحاسبه عسيره مع كل جهاز من اجهزه الدوله. يعني وزير الخزانه اللي اصبح وزير ماليه لابد ان يناقش تفاصيل ايه اهدافك، ايه الاولويات بتاعتك، ويحاسب كل سنه عن انجازاته عشان تقدر تدير اعتمادات في السنه الثالثه. وهذا صار 100%. وكان الرئيس عبد الناصر في البدايه كان يناقش الموازنه العامه للدوله مع المجموعه الاقتصاديه الموجوده. طبعا الفترة كانت صعبة، كانت بداية السبع سنين العجاف، يعني زي ما انا بسميها السبع سنين العجاف. فكان اولا لازم نحصر الخسائر الخاصة ب 67، لازم ندعم القوات المسلحة تدريب وتسليح إلى آخره، لازم نستمر في عمليات التنمية، لازم نحافظ على مسيرة التكافل الاجتماعي في البلد. يعني ازاي حضرتك قدرت يعني تشارك في 9 وزارات مع الرئيس عبد الناصر ومع الرئيس السادات؟ والله شوف، انا زي ما الرئيس عبد الناصر الله يرحمه قال لي انها تكليف، انا كان يقول الوزاره بتستقيل قاعد في مكتبي بشتغل. نعم. انا راجل يعني حياتي كلها شغل. نعم. فكوني ابقى موجود في الوزاره او لا مش هي يعني، حتى من بره انا كنت بشتغل وبدي استشارات لكثير من الوزارات يعني، وليا بصمات في كثير من الوزارات والتنظيمات بشوفها لغايه النهارده في شركات وفي بنوك والى اخره. فما كانش يعنيني ان انا هستمر او لا استمر. ما دام بأؤدي واجبي على احسن حال والبلد الحمد لله ماشيه وما فلستش على الاقل، ولا عدينا بازمات بس قدرنا نتغلب عليها. لان الشعب كان معانا. والشعب كان عاوز يحرر الارض، والشعب كان حريص انه يعيد كرامه المصري. وبالتالي انت مؤيد بالقياده بتاعتك في الوزاره والرئيس نفسه. زملائك فريق عمل كان معايا اليساري والاخوان يعني كل الجبهات السياسيه كانت موجوده في الوزاره يعني. كان في فريق عمل، وهنا دي مهمه جدا. مش كل واحد عاوز ينجح لوحده، لا، ينجح كمجموعه يعني. وانا اعتقد بعلاقاتي الشخصيه كنت قادر اوفر هذا المناخ بحيث قدرنا نعبر الفتره من غير مشاكل كبيره يعني. كان في مشاكل طبعا ما في شك يعني، ولكن الحمد لله. تفتكر الرئيس السادات لما كلمك قبل اختيارك رئيس وزراء
تفتكر المكالمة دي؟ احنا كنا في أسوان. نعم. صلينا جمعة. نعم. قال لي تعالى قابلني في الاستراحة في أسوان. نعم. قال لي شوف يا عبد العزيز دلوقتي احنا المعركة انتهت وأنت لك دور، وأنا استعرضت الأسماء الموجودة حاليا، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، إنما حيث أنها فترة تحتاج إلى رجل اقتصاد أنا وقع عليك الاختيار أن تكون رئيس وزراء مصر. كان مين فلان وفلان وفلان؟ لا ما أنا آسف ما قدرتش أتعرض لأسماء، معظمهم كانوا في الوزارة يعني. ازاي كنت بتاخد قرار اختيار الوزراء؟ انا عندي اهل الخبره واهل القادرين على اتخاذ القرار، ده كان اساس الاختيار. وبالتالي في مجموعه من الوزراء بيختارهم الرئيس دايما يعني، ما رئيس الوزراء لا يختار وزير حربيه، وزير خارجيه، وزير داخليه. وزير داخليه وممكن وزير اعلام برضه ممكن يكون، دول دايما الرئيس هو وزارة السيادية. الباقي انت حر تفعل ما تشاء. نعم. تختار من تشاء. نعم. فانا من خلال المجتمع اللي انا عايشه في الجامعة واحتكاكي بالوزارات المختلفة طبعا بعرف شخصيات معينة ممكن ان تقوم بدور. وانا اذكر قصة طريفة جدا، ان الرئيس السادات مرة في التشكيلات بيقول لي بقى كفاية بقى دكاترة من الجامعة، عاوزين ناس من اللي بيشتغلوا في الوزارة يعني. فكان بيتكلم على وزارة التموين بالذات يعني. كان مين وزير التموين وقتها؟ الوزير اللي قبليه والله ما فاكر. المهم كان لازم يتغير يعني. فاخترت انا وكيل اول وزارة الاستاذ عبد الرحمن الشاذلي ربنا يديله الصحة يعني. لان كان وكيل اول وزارة التموين، وبالتالي تم اختياره وعطل التشكيل عن اعلانه لغاية لما انا بدلت يعني. كان دايما نفكر في ان عين استاذ من الجامعه يشتغل في التجاره والتموين والتوزيع والتسويق والكلام، قال لي بقى كفايه دكاتره. وده مثلا تدخل من الرئيس يعني، انما فيما عدا هذا كله كان اختياري انا الشخصي. في وقت رئاستك لمجلس الوزراء كنت في على خلاف دائم مع الصحافه. ليه؟ لا ما اقدرش اقول كنت خلاف، انا مقل فيما يتعلق بالاعلان عن شغلي او عن الحاجه الثانيه. هم كانوا متعودين يطلعوا فرق مع رئيس الوزراء لما يسافر. احنا كنا في فتره صعبه، وبالتالي كان لازم ترشيد الانفاق، فكان كل اللي عاوز يطلع يطلع على حسابه او على حساب الجريده بتاعه. طبعا دي ما ترضيش يعني، ما فيش شك يعني، خصوصا انا كنت بعمل جولات بعد عمليه الانفتاح في المنطقه العربيه وايران، فكان من الضروري انه يعني يصاحبوا عشان يتابعوا العمل في هذه الوزارات. الحاجه الثانيه، انا دايما حريص جدا في احاديثي مع الصحافه، لان اللي بيحصل ياخدوا الكلام يحطوا منشطات غير الكلام لاثاره وجذب، وانا ما بحبش الكلام. الرئيس عبد الناصر بيمثل لك ايه؟ زعيم. الرئيس السادات سياسي. حضرتك لو هتكتب مذكراتك، وانا اعرف ان حضرتك بتشتغل فيها من وقت للتاني دلوقت، هتعمل عنوانها ايه؟ والله العنوان لسه ما رستش عليه، انما يعني هو مسيرة شعب. مسيرة شعب. دكتور عبد العزيز حجازي، انا هقول لحضرتك بعض الهتافات اللي كانت بتتردد وقت ما حضرتك كنت رئيس وزراء، وقول لي تعليقك عليها ايه؟ حجازي بيه حجازي بيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه. كان ب 80 قرش. ولا تعليق. حكم النازي ولا حكم حجازي؟ ما اعرفش جابوها ازاي، انما مدسوسه. من مين؟ من اجهزه الدوله. وزير؟ وزير. وزير داخليه؟ وزير معروف طبعا يعني، الموضوع ده بقى مشاع يعني. وانا احيل اي واحد الى مجله اكتوبر تحت عنوان السياسه والمظاهرات، والقصه مكتوبه بالكامل وانا اوافق عليها تفصيلا. السادات كان يثق فيك تماما طبعا. ليه قدمت استقالتك؟ شوف الانسان موقف. لما بدات المظاهرات المرتبه ضد الوزاره اللي انا يعني رئيسها، كان احد امرين، يا اخضع يا استقيل. فانا فضلت الاستقاله، لان كانت كلمتي مع الرئيس هو
لازم اخذ سلطاتي كلها عشان اقدر امارس، خاصة بعد حرب، وانا عشت في انجلترا بعد الحرب، فيعني عارف يعني ايه حرب ويعني ايه سلام. فكان لازم اقدم استقالتي، والحمد لله انا خرجت في الوقت الصح عشان اقدر اربي اولادي واقدر اصرف عليهم واقدر اشتغل تاني. هاي بابا، ازيك؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله. اتفضل. دكتور محمد عبد العزيز حجازي، استاذ في الجامعه الامريكيه، وده الدكتور خالد، مدرس في كليه التجاره في جامعه القاهره، بطريقه الى جامعه النيل. لا جامعه النيل. اخبارك ايه؟ محمد خريج من برمجان، واخد دكتوراه من برمجان، وخالد واخد دكتوراه من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في لندن. محمد غاوي شهادات، فمعاه ليسانس حقوق كمان، ومعاه ماجستير في العلوم. خالد تخصص بقى من اكبر كليه في العالم في الاقتصاد والعلوم السياسيه. اتفضل. اطمن عليك بس الاول. ان شاء الله خير. عملت ترتيباتك بقى السفر للمغرب؟ خدت الفيزا؟ تمام. السفر امتى ان شاء الله؟ انا بعد بكره ان شاء الله. بعد بكره. بعدين ما طلعتش معايا بكره يعني. مفيش محل. حجوزات مع الاسف يعني. وانت مسافر امتى على؟ مستعد لامريكا ان شاء الله يوم الخميس. مسافر على فين؟ اروح امريكا احضر مؤتمر هناك. اللي هو تريبل اي امريكان اكاونتنج اسوسيشن كالعاده يعني. انت غاوي مؤتمرات. لحظه فراق السيده عصمت علام زوجة حضرتك. يعني شريكه عمري سنين طويله جدا. المشكله انها عانت من 73 مجموعه عمليات في القلب. اخر لحظات كانت صعبه جدا، لأنه لأول مرة تحس بأنها ستفارق الحياة قبل أن تذهب إلى باريس لعمل عملية في صمام القلب. كل تصرفاتها قبل الوفاة كانت تعبر عن شفافية كاملة أن دي آخر أيامها. أول لحظة شفت فيها السيدة زوجتك وآخر لحظة، هنبدأ بأول لحظة. هي كانت طالبة في كلية التجارة في جامعة القاهرة، كانت بتتحدى زميلات لها، قالوا لها ان انا راجل شديد جدا ويعني صعب، فدخلت المدرج على اساس انها تحضر احد محاضراتي. وزي ما بيقولوا هنا اللحظة دي اللي حصل كليك زي ما بيقولوا يعني، هذه لحظة يمكن ما تكررش في العمر يعني. نعم. وبالتالي أنا تزوجتها بعد كده. والست حملت أعباء في خلال أكثر من 40 سنة جواز. نعم. شخصية قوية جدا، محبة للحياة، متدينة. هي تحملت عبء تربية الأولاد، لأن أنا كنت باستمرار مشغول ما بين الجامعة وبعد كده في العمل العام. حتى بعد ما تركت العمل العام كان لازم أشتغل، وأشتغل جامد عشان أقدر أربي ثلاثة أولاد. ففضل ربنا ولها في إن الأولاد طلعوا ما شاء الله كلهم يحملوا درجة دكتوراه ويعملوا في سيرة التدريس يعني كلهم يعني. يعني أنا بحمد ربنا، أنا ربما لو كانت عاشت كانت هتتعب أكتر. فيعني الفراق كان صعب، ولكن دي إرادة